وكلنا كمية كبيرة جدا تمام، برضو هضمها، من 6 ل 7 ساعات. والأكل كله هيخلص. آخر حاجة كان أقصى ما أكلناه خلال 8 ساعات هيكون اتهضم تماما، يكون المعدة فضيت والأمعاء فضيت خالص. بعد 8 ساعات من الساعة 10 11 الصبح لحد المغرب، لحد المدفع، الجهاز الهضمي قاعد بيعمل إيه؟ تمام. ربنا إدانا آلية جميلة جدا في الصيام، فترة صيام رمضان، الفترة من بعد ما الهضم بيخلص لحد ما نبدأ تمام. نفطر، لحد نبدأ ناكل تاني. الفترة دي بالنسبة للجهاز الهضمي هي فترة زي فترة تنظيف. تمام. إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل إن الجهاز الهضمي بيبدأ يخش في موجات من الحركة المتناقلة، حركة زي حركة دودية كده، من أول المعدة لحد نهاية الأمعاء الدقيقة. الحركة دي بتعمل إيه؟ بتفضي الجهاز الهضمي من كل ما هو داخله لسه فيه جواه، لو في فضلات، لو في لسه بواقي ألياف، لو في بواقي أدوية مثلا، لو في بواقي أكل، كل ده بواقي أي بكتيريا، أي الجهاز الهضمي ميكروبات، بيحاول كل ده يتخلص منه. في خلال الثمان ساعات أو من أول ما الأكل الهضمي يخلص لحد الساعة 7 مساء، لحد ما نبدأ ناكل تاني، بيبدأ الجهاز الهضمي يكنس كل ده، تمام. يمسح كل ده من أول المعدة لحد نهاية الأمعاء الدقيقة، وبيروح ناحية القولون علشان يخرج مع الفضلات. دي آلية ممتازة، يعني إحنا بنخضع لهذه الآلية كل يوم فترات الصيام لمدة 30 يوم، تمام. لدرجة إن يمكن المراجع الطبية عندنا مسمية الصيام أو الفترة الآلية الحركية دي مسميها مسؤول من نظافة جهاز الهضمي. يعني إحنا فترة الصيام دي بيتعرض جهاز الهضمي لنوبات من التنظيف والتعقيم يوميا تمام. يوميا يوميا في 30 مش يوم. زي ما أشيع من البعض إن الصيام بيضر بالجهاز الهضمي، إن احنا بنفضل مثلا فترات طويلة ممتنعين عن الأكل والشرب. لا خالص خالص، بالعكس، ده مش ضرر، ده فايدة، فايدة يومية بالنسبة للصائمين في رمضان. تمام. احنا بقى بنعمل ايه؟ احنا بنعمل يجي يعني لسه اللي متعب بالنسبة لنا مش الصيام، المتعب بالنسبة لنا اللي الأكل. بيحصل مع الفطار، تمام. اللي بيحصل من فترة الفطار لحد السحور، ده اللي متعب للجهاز الهضمي تمام. عندنا. احنا دلوقتي متفقين يا دكتور ان فترة الصيام دي تعتبر يعني تنظيف للجهاز الهضمي من ساعة ما الأكل بيتهضم على الساعة مثلا 11 الصبح لحد أما بنفطر، بالظبط بنبتدي بقى. بالظبط اللي بيحصل بقى يا دكتور على وجبة الإفطار؟ بتحصل مهازل من الآخر. بالظبط، هو اللي بيحصل ايه بقى؟ ان احنا بنبدا ناكل، كلنا بنجهز المائده بتاعتنا العظيمه اللي احنا بنجهزها، ونبدا ناكل 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 اول ما المدفع يضرب، وده بينتج عنه بعد كده ايه؟ امتلاء امتلاء شديد. مفاجئ للامعاء، للمعده، امتلاء بكميه كبيره من الاكل وفيها كل النوعيات، سكريات، على دهون، على نشويات، على على على، وده بيؤدي الى خمول شديد بعد الفطار. احنا علشان نتفادى المشاكل دي، طبعا مش خمول وبس، خمول وعسر هضم، وبعض الناس بيتعرضوا لتلبك معوي، وبعض الناس بعد 3 4 ايام من رمضان بيعانوا من صح. الام شديده. ده يتحل ازاي؟ او القصه دي تتحل ازاي؟ القصه تتحل اولا ان لازم الفطار يبقى على حاجه بسيطه، حاجه زي فيها ايه يا دكتور؟ الياف تمام. وفيها نسبه سكريات، ومفيش حاجه تنافس البلح في القصه دي. طبعا. ده المراجعه الطبيه قالت كده، قالت لا يوجد منافس للتمر في القصه دي، في قصه ان انا عايز حاجه فيها الياف بحيث سكر تملى بسرعة. البطن بسرعه، وفيها نسبه سكريات توصل للمخ بسرعه، فاي اعراض حتى للصيام، صداع، اي هبوط في مستوى السكر في الدم، ده هطول. يتصلح على طول، لان السكر بتاع البلح بيمتص بسرعه. تمام. في نفس الوقت البلح اللي احنا بناخده ساعه الفطار ده بيجهز الجهاز الهضمي لاستقبال الوجبه اللي جايه. يعني بينبهه ان في اكل هيجي، بالظبط، وتبدا المعده وتبدا الجهاز الهضمي والبنكرياس يفرض بيبتدي عضلاته يشتغل بقى. اللي هيهضم بيها بعد كده الاكل. فاحنا بندي فتره راحه ما بين التمر ده 10 دقائق ربع ساعه، تبدا الامور، تهدى يبدا شوية. الجهاز السكر ده يوصل للجهاز العصبي، وفي نفس الوقت تبدا المعده تجهز نفسها. نبدا بعد كده بعد نصلي مثلا المغرب الربع ساعه بتاع صلاه المغرب، وبعد كده نرجع ناكل حاجه برضو خفيفه، مش لازم ناكل الوجبه كلها مره واحده. تمام. طيب دكتور، قبل ما ندخل يعني في وجبة الإفطار نفسها، في ناس مثلا بتعتمد على الخشاف تمام، كمصدر برضو للسكريات، هل طبق الخشاف ده برضو كافي ووافي من النسبة للسكريات، ولا أكتفي بس بالبلح بحيث إن أنا يعني مضيعش الفوائد؟ أنا سمعت معلومة، يعني أنا مش عارفة هي صح ولا غلط، بيقولوا إن طبق الخشاف اما بيتحط كله على بعضه اللي هو التين مثلا والقراصيا، حضرتك عارف ان كل حاجه على حده هي بيبقى ليها فوائد، يعني القراصيا بتعالج الامساك على سبيل المثال، فهم بيقولوا ان اما الحاجه دي بتتحط كلها مره واحده او بمعنى اصح في طبق واحد، كل الفايده بتاعتها بتروح. فالكلام ده صح ولا لا؟ لا الكلام ده مش صحيح. الفكره في الفواكه المجففه دي انها برضو بتحتوي على نسبه عاليه من السكر، والسكر الطبيعي اللي هو سكر الفاكهه، وبرضو فيها نسبه من الالياف. كل الفواكه المجففه بتاعه الخشاف
اللي هي سواء البلح والتين والمشمش والأقراصية والحاجات دي كلها، تمام. كل الحاجات دي فيها نسبة كويسة جدا من الألياف ونسبة من السكريات كويسة. فهي الفكرة كلها مشتقة من فكرة التمر. كلهم يتحطوا مع بعض في طبق واحد ومعاهم لبن او ما معاهم يضيعش ميه، الفايدة ما يضيعش خالص. الفايده خالص، بالعكس برضه هو هيقوم بنفس الدور اللي هيقوم بيه التمر لو كان التمر لوحده. تمام تمام خلاص، يبقى احنا متفقين كده ان احنا هناكل بلح او كشاف ونقوم نصلي المغرب تمام بعد صلاة المغرب يا دكتور. بعد صلاة المغرب يفضل نبدأ بحاجة دافية عشان المعدة بتبقى لسه برضه طول النهار تطور بتسخن زي بالظبط بتسخن. حاجة زي طبق شوربة، وشوربة يفضل تبقى شوربة اللي هي شوربة خضار أو شوربة لسان عصفور، مش بقى مش شوربة كريمة، مش شوربة حاجة فيها دسمة، حاجة مش حاجة دسمة تقيلة. عشان دي برضو نسبة الدهون العالية في الأول كده مش مستحبة. فيفضل ناخد شوربة دافية كده وممكن معاها قطعة البروتين، وبعد كده ممكن بقى نقسم وجباتنا بعد شوية ناكل حاجة تانية، لأن التقسيم ده بيفيد جدا، بيخلي كل حاجة تتهضم بالراحة، كل حاجة تتهضم بهدوء، فده بيريح قوي الجهاز الهضمي ويتفادى بيه عسر الهضم. تمام. يا دكتور مثلا بعد طبق الشوربه ده ابتدي ممكن اكل بعديها على طول ولا استنى مثلا مده نص ساعه او لا ساعه؟ ممكن ناكل مع طبق شوربه ده خضار او قطعه البروتين. تمام. طب بالنسبه للنشويات، يعني في ناس تقول لك يا دكتور انا ما اعرفش اكل من غير رز او مكرونه. تمام. لا هو بقى الافضل زي ما قلت لحضرتك ان احنا نجزئ هذه الوجبه، يعني ما ناكلش كله حاجه مره واحده. يعني افضل حاجه ان احنا نعمل كده، وبعد مثلا صلاه العشاء بقى والتراويح يعني على الساعه 10 11 ناكل وجبه معقوله. طيب تمام دكتور، احنا عايزين نتكلم برضه في موضوع مهم جدا، هو في ناس اول ما يعني ما هي بتستنى الاذان يأذن علشان تشرب ميه، برضه هل من مستحب ان انا اشرب ميه بكميه كثيره جدا؟ ما انا عطشانه طول اليوم، فانا عايزه اعوض جسمي عن اللي فاقده من العرق مثلا، يعني كميه برضو الميه المسموح بيها، علشان برضو في ناس بتشتكي ان بتشرب ميه كتير بتحس برضو بالامتلاء وان معدتها وجعتها بعد ما شربت كميه كبيره من الميه. طبعا هو حضرتك قلت ده بيحصل طبعا، ويمكن كلنا بنتعرض ليه بالذات لو كان يوم شديد الحراره، الواحد يبقى عطشان قوي اول ما يدفع يضرب المدفع بنشرب ميه كميه ميه كبيره، وده بيخلي حتى مش عارف ياكل. ده ليه مش عارف ياكل؟ المعده انتهت مره واحده بكميه ميه كبيره قوي وخلاص مش قادر ياكل بعد كده. بس ده مش صح. الصح الواحد يشرب بالكتير خالص كوبايه ميه، كوبايه ميه واحده بس. تمام. ويمنع نفسه قدر الامكان انه ما يشربش اكتر من كده مع البلح وبعد كده صلاه المغرب، لكن كميه الميه كتيره مره واحده هتخليه مش عارف ياكل. وفي نفس الوقت لو جه بعد كده ياكل وضغط على نفسه وكل، هيخلي الميه الكتيره اللي احنا شربناها دي بتخفف العصارات الهاضمه. يعني انا خرجت عندي عصارات هتبدا تهضم الاكل. اللي هيهضم كميه كده قد كده غير اللي قد كده، واللي قد كده دي مخففه، يعني هي ان انا خففت عصارات الهضم كلها مش بميه ميه كتير ميه كتير، ده بيؤدي الى عصر هضم برضه. تمام. لان نفس العصاره موجوده بس هتهضم كميه مخففه بميه كتير قوي. فالميه كتير مش مستحبه في الاول خالص كده، لانها بتعمل حاجتين، بتخفف العصارات الهضمه، الحاجه الثانيه بتملى المعده مره واحده وده بيؤدي الى عصر الهضم. طب بالنسبه للعصاير يا دكتور، هل برضو يعني ازاي نتناولها بصوره صحيحه علشان ما تعملناش وجع في المعده؟ هو طبعا افضل حاجه العصاير، العصاير الطبيعيه، العصاير الفريش مش عصاير المحفوظه، والعصاير اللي هي بدون سكر ما يضافش ليها سكر كتير. يعني يفضل لو كان عصير طبيعي خالص وعليه نسبه سكر قليله جدا، عشان السكر ده بحد ذاته لو كنا منه كميه كبيره السكر العادي بتاعنا ده بيؤدي الى تقلصات في البطن وانتفاخات وحاجات زي كده كتير قوي. فيفضل لو كان العصير طبيعي كل ده كان احسن، احسن من العصير، وبرده مش كميات كبيره، برده كميه. احنا بصفه عامه لازم نقسم السوائل كمان، بالذات لو احنا بنتكلم على العصاير والسوائل لازم احنا ناخد سوائل كتير فتره الفطار، فتره ما بين الفطار والسحور. تمام. يعني عشان السوائل والميه دي مهمه جدا تعوض الجفاف اللي حصل اثناء فتره الصيام. فاحنا مطالبين كلنا فتره ما بين الفطار للسحور احنا نشرب حوالي 2 لتر سوائل. تمام. مقسمه بقى. مقسمه يعني مش مره كل واحده. ساعه مثلا كوبايه ميه او بالظبط كوبايه كل ساعه، عصير. كل ساعتين كوبايه ميه كوبايه عصير. مش في وسط الفطار كمان علشان ما يعملناش تلف. ده مهم جدا لينا كلنا، سواء شخص سليم او شخص مريض، لان برضو المريض بيحتاج جسمه سوائل، سواء مريض كلى، مريض قلب، مريض كبد، بيحتاج يشرب كميه سوائل كتير عشان يعوض فقد السوائل اللي حصل طول اليوم. تمام. دكتور يعني حاجه اخيره قبل ما ننتقل يعني للناس اللي بتعاني اصلا من مشاكل في الجهاز الهضمي، وازاي ان هي تقدر يعني ان هي تتعامل مع الجهاز الهضمي بصوره سليمه في شهر رمضان الكريم. كان في بوست انتشر على السوشيال ميديا من فتره بيقول لك انك ما تنفعش ان احنا نشرب كوبايه الميه على طول على مره واحده، علشان ده مش عارفه بيعمل ايه في الكبد وده مضر بالكبد، فعايزه من يعني حضرتك بقى تصلح المعلومه دي لو كانت خاطئه. لا هو بص انا عارف حضرتك، بص اللي قصدي حضرتك عليه طبعا مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها بيعمل حاجه في الكبد، بس طبعا شرب الميه برضو
ميه كتير مره واحده برضو مش مستحب، لان برضو القطر الحمراء بيعمل امتلاء مفاجئ للامعاء. لكن شرب الميه، حتى السنه بتاع رسول الله عليه الصلاه والسلام قال لك تشرب ميه على 3 مرات، على 3 مراحل، وتدع نفسك فرصه انك تاخد نفسك ما بين كل مره والتانيه. ده احسن حاجه، ان ما بيعملش امتلاء شديد للمعده. وانا برضو لما اشرب كميه ميه كبيره مره واحده بيخليني اشرب غصب عني، عايز اشرب تاني. لكن لما بتشرب الميه مجزاه على مرحلتين او 3 مراحل زي السنه، ده بيخليني اشرب واحس بالميه وما اشربش كميه كبيره. لان برضو شرب الميه بكميه كبيره ده مش مستحب، لان برضو الميه بكميه كبيره مره واحده بتخرج برضو من الكلى بسرعه، زي ما انا شربتها بسرعه هتخرج من الكلى بسرعه. تمام دكتور. بالنسبه بقى لمرضى الجهاز الهضمي وشهر رمضان الكريم، في ناس يعني من مرضى الجهاز الهضمي عاده، الناس اللي بتشتكي من قرحه، في ناس بتشتكي من جرثومه المعده، الناس دي وطبعا يعني بيبقى في ادويه بياخدوها، ازاي يا دكتور الناس دي تقدر ان هي يعني تعدي شهر رمضان بخير وما يحصلهاش اي مشاكل اخرى؟ هو من فضل ربنا ان معظم امراض الجهاز الهضمي بتستفيد جدا من الصيام. ازاي معظم الامراض باستثناء حاجات بسيطه يمكن اقول حاجه عليها دلوقتي. يعني مثلا مريض اللي عنده ارتجاع في المريء، ده بسبب ده عنده مشكله ايه؟ عنده مشكله ان المعده لما تمتلئ بالاكل وتمتلئ بالعصاره الحمضيه بتاعتها، هذا الامتلاء بيؤدي الى ارتجاع العصاره بتاعت المعده من المعده للمريء. تمام. فتره الصيام الطويله بالنسبه لنا اللي هي فتره فراغ المعده، ده بيريح مريض الارتجاع جدا. وبرضه ده اكتر واحد بناكد عليه بقى انه يجزأ واجباته فتره الفطار لما المدفع يضرب، لانه لو كان برضه ما انا بطن ميه مره واحده هيزود اعراض الارتجاع عنده. فده بيستفيد جدا من الصيام، ولكن لازم بيبقى ليه تعليمات ان هو يقلل من الحاجات السبايسي، الحاجات الحراقه، عشان ده بيزود الارتجاع ويقلل من الحاجات الدهنيه. ما ياكلش كميه كبيره مره واحده، بالذات فتره بين الفطار والسحور لازم يقسمها. مريض مثلا القولون العصبي برضه بيستريح جدا من الصيام، لان مجرد ما يبدا المعده القولون يفضل والامعاء تفضى فتره الصيام دي بيبدا هو يرتاح. لكن مشكله القولون العصبي لما نبدا ناكل، لو كنا بقى حاجات فيها نسبه دهون زياده، نسبه حاجات بقوليات كتير، نسبه حاجات فيها فايبرز كتير، حاجات حريق، مواد حريفه كتير، يبدا القولون عنده يتهيئ. فلازم مريض القولون العصبي هيصوم في رمضان بامان خالص، بالعكس هيرتاح طول فتره الصيام. لكن لازم الفتره لما نبدا ناكل الحاجات المناسبه لينا، وبرضه يفضل تكون مجزأة. بس دكتور حضرتك قلت حاجه مهمه جدا، ان مريض القولون العصبي ما ياكلش حاجه فيها فايبرز اللي هي الالياف. عشان بعض الناس القولون العصبي مشكلته ايه؟ ان كل مريض ممكن القولون عنده يتاثر بواحد غير التاني، بنوع معين من الاكل غير التاني. ممكن انا اتعب من مثلا من البطيخ، ممكن حد يتعب من الفول، ممكن حتى انا ما يتعبش. فكل واحد القولون بتاعه حساس لحاجه غير التاني. تمام. في بقى برضه الجهاز الهضمي ما ينفعش معاه الصيام، اللي عنده مثلا قرحه في المعده نشطه وشغاله، يعني ما زالت لسه القرحه في اولها ولسه تعبها جدا وبتعمل له الم شديد جدا، المرضى ما ينفعش يصوم، لان احنا بنحتاج نديله جرعات من الدواء بمواعيد معينه. ما ينفعش اسيب عصاره المعده عنده على معده خاليه فترات طويله، هتزود القرحه، فده لازم يفطر. المريض اللي عنده حاجه اسمها التهاب قولوني تجرحي، ده مريض، ده مرض مزمن، بيحتاج برضو جرعات من الكورتيزون بجرعات عاليه فلما يكون نشط. المريض ده لازم يفطر في رمضان، ما ينفعش يصوم. لكن لو عنده التهاب القولوني ده تجرحي ثابت ومستقر والاعراض بتاعته مستقره، وبياخد جرعاته الادويه منتظمه مره في اليوم ولا حاجه او مرتين، وبيبدا نقدر نتحكم في الاعراض، مفيش مشكله من الصيام. لكن لو هو نشط ما ينفعش مع الصيام. تمام، عشان برضه بيحتاج لبعض الادويه ان هو ياخدها. بالظبط بالظبط. مين تاني يا دكتور من مرضى الجهاز الهضمي ما ينفعش ان هم يصوموا في رمضان؟ احنا عندنا بقى جزئيه، الكبد يعتبر من الجهاز الهضمي. تمام بالظبط. من يمكن اهم عضو في الجهاز الهضمي هو الكبد. الكبد ليه دور هام جدا فتره الصيام. ايه هو يا دكتور؟ احنا عرفنا دور بتاع يعني عاده عشان المعده هي بيت الداء، فدايما بنقعد نتكلم عن المعده ومشاكل الجهاز الهضمي تحديدا في المعده والصيام، وان دي المعده علشان مسؤوله عن الهضم تحديدا يعني. بس الكبد يا دكتور هيكون ايه دوره في الصيام؟ الكبد هو مخزن الجلوكوز في الجسم، مخزن السكر يعني. احنا زي ما قلنا من شويه، بعد ما بنتسحر الاكل اللي كناه في خلال 8 ساعات خلاص على كده بينتهي تماما، وكنت انت استفدت من كله تمام. بعد الثمان ساعات دول خلاص السكر اللي انت اكلته كله او النشويات او الطاقه اللي خدتها من وجبه السحور دي خلاص راحت تماما. طب من بعد الساعه، بعد 8 ساعات يعني بعد الساعه 10 11 لحد المدفع، انت هتجيب جلوكوز منين؟ هتجيب طاقه منين؟ الطاقه دي بتيجي منين؟ بتيجي من الكبد. الكبد بيكون مخزن السكريات في صوره ماده اسمها جلايكوجين. يبدا الكبد بعد الثمان ساعات اللي احنا بتوع السحور دول، اللي هو الاكل اللي احنا خدناه في السحور، يبدا يخرج حاجه اسمها جلايكوجين.
يبدأ الجسم يخرج يستخدمها الجسم للطاقة. الفترة دي بتقعد حوالي 6 ل 8 ساعات، يعني من 10 11 لحد 6 ساعات، يعني لحد الساعة 5. الكبد بيبقى دوره في القصة دي انه يكسر الجلايكوجين اللي عنده ويبدأ يطلعه عشان يديني بالطاقة اللي انا محتاجها. تمام دكتور محمد، معانا اتصال. الو الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بحضرتك يا فندم، اتفضل. بتكلم الدكتور يا فندم. دكتور محمد معاك، اتفضل. ايوه السلام عليكم، بتكلم الدكتور انا يا فندم. تمام دكتور محمد معاك، بس اسمعني من التليفون. النبي يا دكتور، انا معايا معده تعبانه خالص، مش سامع في صدري حضرتك. معايا معده حضرتك تعبانه خالص، مش سامع في صدري. بتسمع ايه؟ بتسمع في صدري. بتسمع في صدرك، تمام. اه، وبتعملي حاجه زي حرقان تحت الجلد كده. حرقان تحت الجلد. تمام. تكتف اثنين. سن حضرتك كام سنه؟ تكتف اثنين حضرتك، بتعملي حاجه زي حرقان كده، وحرقان زي على القلب كده، وعملت اشعاعات قلب حضرتك، قالوا لي ما عندكش حاجه. طيب عندك كام سنه؟ 40 حضرتك. 40. تمام. دكتور اي اسئله؟ حضرتك بتاخد علاج لاي حاجه، ضغط او سكر او اي حاجه؟ لا 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 خالص، ولا اي حاجه. تمام. حضرتك عملت منظار على المعده قبل كده؟ عملت منظار، قالوا فيه تقرحات في الاثنى عشر شديده. تمام. بس شكرا. تمام، بشكرك جدا على اتصالك والف سلام عليك. موضوع تقرحات يا دكتور، بص حضرتك، هو طبعا اهم حاجه عشان الامان بتاع حضرتك قبل ما نفكر في الجهاز الهضمي، حضرتك بتقول رحت للدكتور قلب وطمنك ان مفيش مشكله في القلب. فانا باكد على حضرتك تاني ان تتاكد تماما ان ما عندناش مشكله في القلب، لان الالام اللي حضرتك بتوصفها دي بتبقى شبيهه شويه بالام القلب. الام المعده في بعض الاحيان بتبقى شبيهه بالام القلب. لكن حضرتك قلت انك انت عملت منظار وطلع عندك فعلا التهابات وتقرحات في الاثنى عشر. طبعا واضح ان سبب الاعراض اللي حضرتك بتشتكي منها دي هي التقرحات بتاعت الاثنى عشر، ودي ليها علاج، علاج ادويه. انصح حضرتك مع صيام رمضان ان الدواء بتاع المعده، اكيد حضرتك عارفه، اكيد اتوصف لك قبل كده، هناخده مع السحور مش مع الفطار. يعني قبل السحور بنص ساعه تاخد حضرتك القرص بتاع المعده، وقرص هو قرص معين بيمنع افراز الحمض بتاع المعده علشان تعيش فتره الصيام دي بامان. وفي اقراص منها معموله يقعد 24 ساعه، يعني لو خدته قبل السحور هيقعد معاك فتره الصيام كلها بامان من غير اعراض حضرتك بتشتكي منها. تمام. بس طبعا انا بفترض ان حضرتك تكون عملت طبعا اشعاعات وتحاليل وفحوصات، اتاكدت ما عندكش اي مشكله ثانيه، حضرتك بتقولي عملت. فاحنا اهم حاجه فتره الصيام اللي هي فتره رمضان، ما ناكلش حاجات حراقه خالص، ما تاخدش حاجات ساقعه قوي وسخنه قوي، ان ده بيزود حركيه المعده وبيزود الحمضيه بتاعتها. وزي ما قلت لحضرتك، تاخد قرص المعده قبل السحور بنص ساعه، مش قبل الفطار. سلامتك. دكتور، يعني كنا بنتكلم عن الكبد ودوره في عمليه الصيام، فانا قلت ان هو بيطلع بقى السكر المفروض عشان يعني يمد الجسم بالظبط. طيب دكتور، هل ممكن يكون عندنا اي مشكله بتخلي ان الكبد ده ما يفرزش السكر؟ طبعا احنا لو عندنا في مرض في الكبد بتختل هذه العمليه، تختل قصه تخزين السكر في صوره جلايكوجين. انا برضو ما قلتش لحضرتك ان احنا بعد الست ثمان ساعات بتاع اللي هو الكبد بيكسر فيه السكر اللي عنده دي، طب لسه فاضل في ساعتين ثلاثه، او ممكن ساعه ونص ساعتين لحد ما يطلع يضرب. برضو الكبد له دور ثاني في القصه دي، ان يبدا يصنع جلوكوز جديد، يصنع سكر جديد. بيصنعه منين؟ من الدهون اللي موجوده عندنا في الجسم، يصنعه من العضلات، يبدا ياخد من الحاجات دي ويبدا ياخد يصنع منها جلوكوز. فده دور الكبد فتره الصيام. فلو في خلل في الكبد انا ما ينفعش اصوم. الخلل ده مش في كل الاحوال ما ينفعش اصوم، مش كل مريض كبد، مش كل واحد عنده مشكله في الكبد ما يقدرش يصوم، لا. احنا في عندنا مرضى كبد بنقول لهم الصيام كويس ليكم. اللي هم زي مين يا دكتور؟ في مرضى بنقول لهم الصيام خطر عليكم. في مرضى بنقول لهم لا، الصيام عندك مفيش مشكله. ايه مريض الكبد اللي حضرتك بتسال عليه الصيام مفيد ليه؟ اللي عنده ما يسمى بالكبد الدهني. تمام. اللي عنده دهون على الكبد، دهون مرضيه على الكبد. يعني ايه؟ يعني عنده تكدس دهون في الكبد مأثر على وظيفه الكبد، معلي وظائف الكبد، عامل فيها التهاب مزمن. المريض ده بيستفيد جدا من الصيام. ليه؟ ان احنا بنقلل مستوى الدهون في الدم، وبنقلل مستوى الدهون في الكبد، فتبدا الوظائف بتاعته تتحسن. يبدا ممكن وزنه ينزل شويه في فتره الصيام، فده بيحسن جدا الكبد. فده المريض الكبد اللي يستفيد جدا من الصيام. دكتور، هنعرف بقى مريض الكبد اللي يعني ما ينفعش ان هو يصوم، لكن بعد الفصل.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. مشاهدينا ورجعنا لكم مرة أخرى بعد الفاصل، لسه مكملين كلامنا عن مشاكل الجهاز الهضمي في رمضان. ضيفي المشرفي دكتور محمد عبد الوهاب الأبجيكي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد بالمعهد القومي للكبد. برحب بيك مرة أخرى دكتور محمد. دكتور محمد، كنا بنتكلم قبل الفاصل عن مرضى الكبد اللي الصيام مفيد ليهم، وحضرتك قلت إن الكبد الدهني، الناس المصابين بالكبد الدهني ده هيبقى الصيام في حالتهم مفيد. طيب ماذا عن مرضى الكبد اللي ما ينفعش إن هم يصوموا في رمضان؟ مرضى الكبد اللي ما ينفعش يصوم في رمضان هم نوعين. المريض اللي عنده تليف كبدي غير متكافئ، يعني تليف كبدي والكبد غير مش قايم بوظائفه كويس، يعني في خلل في وظائف الكبد، يعني بيعاني من مضاعفات في الكبد زي الاستسقاء، زي الغيبوبه الكبديه، زي قيء مثلا من دوال المريء متكرر. المريض ده ما ينفعش يصوم، لان زي ما قلنا في خلل في الكبد، فهيكون في خلل في الاليه بتاعه تخزين السكر في الدم، وفي نفس الوقت هذا المريض بيحتاج ادويه بجرعات كتيرة في مواعيد منتظمة، بيحتاج غذاء بطريقة معينة، ما ينفعش يصوم فترات طويلة. فالمريض اللي عنده تليف كبدي غير متكافئ، اللي هو مريض الكبد بقى بكل مضاعفاته، الاستس أو الغيبوبة و و و، المريض ده غير مسموح له بالصيام. المريض برضو الكبد اللي مش مسموح له بالصيام اللي عنده حاجة اسمها التهاب كبدي حاد. يعني ايه؟ يعني مريض واحد شخص سليم تماما وحصل له التهاب كبدي، جاله فيروس مثلا ألف، فيروس بي، فيروس، وعمل له التهاب كبدي حاد. هذا التهاب الكبد الحاد بيقعد اسبوع واثنين وثلاثة لحد ما يبدأ يخف تماما. في الفترة دي ما ينفعش مع الصيام. برضو ليه؟ لان احنا بنحتاج للمريض ده جرعات من الادوية، والاهم من الادوية بنحتاج تغذية وسكريات بكميات كبيرة،
وعلى طول ما ينفعش يصوم، بيحتاج الكبد عشان خاطر يقوم بوظيفته كويس في فترة التهاب الكبد الحادة، بيحتاج كمية من السكريات كويسة عشان تقدر تساعده والتهاب ده يبدأ يتحسن. تمام دكتور محمد، بالنسبة لمرضى فيروس بي وسي، تمام. دول برضو ينفعوا يصوموا ولا لأ؟ علشان بياخدوا أدوية وفي نفس الوقت الكبد في حالة كويسة ان هو يستحمل فترات الصيام دي، وهيقدر ان هو يقوم بوظيفته ان هو يفرز السكر ولا لأ؟ هو ده القسم الثالث من مرضى الكبد اللي احنا بنتكلم عليه. قلنا في كبد، في مرضى كبد صيام ليهم كويس، تمام، في ده مرضى كبد كمان صيام ليهم جميل. ما ينفعش، في مرضى كبد صيام ليهم ينفع او ما تفرقش معاه، يعني لازم هيصوم عادي خالص زيه زي الانسان الطبيعي. ده المريض انهي؟ اللي هو المريض اللي عنده التهاب كبدي مثلا مزمن مش حاد بقى زي اللي احنا قلنا عليه من شويه، او عنده تلاف كبدي متكافئ، يعني عنده خلل في الكبد بس خلل ده بسيط في بدايته تمام وممكن يقعد في بدايته كده سنوات وسنوات. صحيح. لو وظائف الكبد كويسة وقدرة الكبد على العمل طبيعية، حد عنده التهاب كبدي فيروس سي أو فيروس بي وماشي على العلاج بتاعه ومنتظم على علاجه والأمور مستقرة، يعني قدرة الكبد على القيام بوظائف طبيعية، تصنيع البروتين طبيعي، تصنيع نسبة الصفرة طبيعية، نسبة السيولة طبيعية، عدد خلايا الدم طبيعي، ما عندوش أي مضاعفات من مرضى الكبد زي الاستسقاء ده الغيبوبة، المرضى بيصوم بأمان تام، بياخد جرعات العلاج بتاعته في وقت الفطار تمام وبينصح بالتغذية المناسبة ليه. المريض اللي بياخد علاج فيروس سي من الادويه الجديده، الادويه الحديثه اللي موجوده حاليا لعلاج فيروس سي، المريض معظم هذه الادويه ليس لها تاثير على الصيام، تمام وبالتالي المريض يقدر يصوم بامان تام باستثناءات بسيطه جدا. لو حد بياخد مثلا مواد في العقار من الادويه اللي بياخدها الفيروس سي، في بعض الانواع بعض البروتوكولات العلاجيه تحتوي على ماده كده بتعمل تكسير في خلايا الدم تمام ممكن تؤدي الى انيميا اثناء فتره العلاج، ده لو حصلت انيميا شديده ما ينفعش يصوم، لكن ده نسبة ضئيلة جدا. لكن غالبية مرضى اللي عندهم فيروس سي مثلا اللي بياخدوا العلاجات الجديدة مسموح لهم بالصيام بأمان تام، وياكل كويس فترة ما بين الفطار والسحور، ويشرب سوائل كويس بين الفطار والسحور. تمام دكتور محمد، يعني ماذا عن وجبة السحور؟ يعني احنا خلاص عرفنا في وجبة الفطار، سواء كان يعني شخص طبيعي او شخص حتى عن بيشتكي من مشاكل في الجهاز الهضمي، احنا عرفنا ان احنا هنبتعد قدر الامكان عن تمام الدهون ونكتر من الالياف. بالنسبة للقولون العصبي، هو هيحتاج ان هو يقلل من الالياف شوية، وهو في نفس الوقت بيبقى كتر نفسه، يعني بيبقى عارف الاكلات اللي بتتعب القولون بتاعته ومن الاكلات اللي مش بتتعب القولون بتاعته. طيب وجبة السحور يا دكتور، يعني ايه بالظبط العناصر الغذائية اللي بتبقى فيها، وفي نفس الوقت تفضل معانا الى حد ما تبدنا بالطاقة لحد وجبة الافطار تانية؟ تمام هو احنا مبدئيا احنا عايزين من السحور احنا عايزين حاجتين، عايزين ما نجوعش وما نعطش، تمام، يا صح؟ ريت. لا يعني لو عرفنا فعلا نحقق المعادلة دي يبقى طيب تمام. نبدأ أولا ما نجوعش، دي يبقى إيه، نعمل إيه في السحور عشان ما نجوعش؟ أولا ناخد حاجة فيها ألياف بكمية كويسة زي السلطة طبعا، زي السلطة، زي العيش، العيش الأصفر بتاعنا، العيش البلدي تمام اللي هو فيه حبة القمح الحبة الكاملة بالجدار بتاعها اللي هو بيبقى مطحون، يعني بيبقى فيه كل حاجة، كل محتويات الحبة بتاع القمح كلها موجود فيه، ده من احسن الحاجات العيش. وحاجه زي الفول، البروتين برضو الفول من الحاجات اللي بيقعد هضمها فتره طويله شويه، بيستغرق وقت طويل شويه فبيقعد في المعده فتره طويله شويه. فالحاجتين دول، الحاجه اللي فيها الياف زي العيش الاسمر بتاعنا والفول اللي بيستغرق الهضم فتره طويله، يخلينا نقعد فتره طويله ما نجوعش. طب بالنسبه لدكتور محمد عند النقطه دي، بالنسبه لمريض القولون، عاده معظم الناس اللي بتشتكي من القولون بتاعها هي بتتضايق من الفول، ممكن ان هي يعني ايه التعويض بتاع الفول؟ هي المشكلة في الفول بالنسبة لمرضى القولون هي القشرة بتاعته. تمام، يعني لو انا شلت القشرة بتاعته مش اه هشتكي من بالظبط. حاجة. ففي ناس بتاكل فول مهروس بحيث القشرة تبقى مفصولة خالص، ده ما فيش منه مشكلة خالص مع القولون العصبي. تمام خلاص. تمام. فاحنا بالنسبة للصيام لو كان حاجة فيها نسبة ألياف زي ما قلت لحضرتك، والألياف دي بقى مش على قد الفول والعيش وبس، لا الفواكه فيها ألياف كويسة قوي، كل أنواع الفاكهة وكل أنواع الخضروات زي ما حضرتك قلت طبق السلطة. فاحنا لو قدرنا نحقق معادلة إننا ناكل حاجة فيها ألياف كويسة وحاجة زي البلح، حتى في فترة وجبة السحور البلح من الحاجات اللي بتمد الجسم بطاقة وتقعد فترة طويلة، لأن البلح برضه فيه ألياف وفيه عناصر غذائية بتفيد الجسم لفترة طويلة بعد السحور، في مغنيسيوم وفي منجنيز وفي نسبة حديد، كل ده بيفيد الجسم فترة طويلة قوي، فالبلح برضه من الحاجات المفيدة جدا فترة السحور. الحاجة التانية زي ما قلت لحضرتك، عايزين ما نعطش. تمام. طيب نعمل إيه؟ قبل ما ندخل في منعطش، طيب بالنسبه يا دكتور يعني موضوع البيض مثلا المسلوق، بما ان هو برضو يعني في فيتامينز وفي بروتين في كالسيوم،
ده نقدر ان احنا ناكله بكمية معينة ولا لا، البيض، عادي؟ البيض زي ما قلت، البيض المسلوق مفيد جدا في السحور، بس المسلوق تمام. مش حاجة تانية. المقلي لا، الاومليت لا بلاش. علشان في نسبة طبعا البقلي بتقلي بسمنة أو بزيت، فده بالظبط نسبة الزيوت أو السمنة دي بعد شوية بتخلي الواحد يعطش. تمام. اصلا طبيعي إن الدهون في الوجبة، لو وجبة دسمة، بعد شوية بتخلي الواحد يبقى عطشان عايز يشرب مية، تمام مش هينفع. خلاص فالبيض المسلوق مفيد جدا لأنه بروتين، وبرضه بيفيدنا لفترة طويلة بعد السحور. تمام اوكي. بالنسبة ده بالنسبة لوجبة السحور يا دكتور، الشرب بقى. بالنسبة بقى للشرب، أنا زي ما قلت لحضرتك إحنا عايزين الحاجة التانية، عايزين ما نعطش. المفتاح السحري في حكاية العطش في السحور دي إن أنا آخد حاجة فيها بوتاسيوم، تمام، مش صوديوم. الصوديوم لو أنا أخدت حاجة فيها ملح كتير اللي هو الصوديوم يعني هعطش. هعطش، لأن الصوديوم بيسحب معاه مية وبتخرج من الجسم، تمام. لكن البوتاسيوم بيحافظ على المية جوه الجسم. إيه بقى الحاجة اللي فيها البوتاسيوم عندنا؟ الموز مثلا، الموز، البطيخ، الشمام، الخوخ، الكنتالوب ممكن، معظم الكنتالوب، البرتقال، كل الحاجة الفواكه دي، وبعض انواع الخضروات، الحاجات الخضراء فيها نسبة بوتاسيوم كويسة، فبتحافظ على المية جوه الجسم، فتساعدنا قوي انها تقلل العطش. الخيار، تمام. وطبعا دي حاجات مشهورة قوي عندنا احنا كلنا يعني من بالظبط، زمان متعودين ان رمضان يعني فول وخيار وبيض وبيض وجبنة. وزبادي، الحاجات دي اللي برضه الزبادي، اللبن والزبادي عموما بصفة عامة، عشان برضه بيقعد في الجسم في المعدة فترة طويلة، بيستغرق فترة طويلة جدا، بيقعد بيفضل قاعد في المعدة لحد ما يتم هضمه كله، فده من الحاجات اللي بتفيدنا جدا في فترة السحور. نعتبر طبعا ان الزبادي من الألبان والبروتين، زيه زي زي الفول وزيه زي البيض. تمام. فاحنا عشان ما نعطش يبقى ناخد حاجات فواكه فيها مية كتير وفيها بوتاسيوم كتير. يعني احنا عندنا الفواكه زي ما قلت لحضرتك، البطيخ، الخوخ، الحاجات دي فيها نسبة مية كويسة جدا ونسبة بوتاسيوم كويسة، بتحافظ على انها تحافظ على المية دي جوه الجسم. طب بالنسبة يا دكتور، بعض الناس بتعتمد على لبن الرايب، هل هو مفيد برضه في وجبة السحور ولا لا؟ اللبن الرايب مفيد، لانه في هو اللبن الرايب زي الزبادي شويه، في نوع من انواع البكتيريا النافعه اللي بتقعد في الامعاء عندنا وبتفيدنا، بتساعد في تنظيف الامعاء، وفي نفس الوقت اللبن الرايب فيه مواد غذائيه عاليه بتفيدنا فتره رمضان، فتره السحور، فتره ما بعد السحور، وبيقعد في هضمه فتره طويله تستغرق ساعات، فبتقعد في الجسم فتره وتساعدنا على ان احنا ما نجوعش وما نعطش. تمام دكتور، يعني في نهاية حلقتنا النهاردة، يعني عايزين حضرتك لو قلنا الشخص العادي أو حتى مريض الجهاز الهضمي، كل ولا تأكل، هيكون إيه؟ أولاً عايزين نتجنب الحلويات الكتير. ده احنا بنستنى شهر رمضان يا دكتور علشان بخصوص شكرا. الكنافة بقى، الكنافة بالمانجا والكنافة اللي على الفحم. هو ما قلتش انها ممنوعه، هو تمام. مسموحه طبعا بس بكميات قليله، تمام، لان الحلويات اللي هي الكنافه والبسبوسه والحاجات اللي هي شبيهه سكريات ليها عالية جدا. سكريات ودهون، اتنين بكميات عاليه، انا لو قدرت استبدلها بفواكه يبقى احسن بكتير، تمام، بس الحاجات دي مش هنمنعها، كل سنه وانت طيب، كل حضرتك سنه يعني وحضرتك قلوب كمية طيب، لكن قليلة. كميه قليله عشان نتجنب مشاكلها بعد كده ونتجنب زياده الوزن. تمام. يعني يمكن حضرتك ما تصدقنيش لو قلت لك ان المفروض كلنا فتره رمضان، الدراسات الطبيه اللي قالت كده، المفروض ننزل وزننا من 3 ل 5 كيلو خلال شهر رمضان. 3 5، يعني والله يا ريت يا ريت لو الدراسات لو بتقول لو كده. لو احنا كلنا في المعدل الطبيعي بتاعنا 7 8 ساعات دول، متوقع ان احنا المتوقع ننزل. ان احنا ناكل يعني زي يعني 8 ساعات، احنا بنكون في ال 14 ساعه العاديه، لو تمام. كنا في ال 8 ساعات في نفس المعدل هيوزنها هيزيد من 3 ل 5 كيلو في المعدل، لكن طبعا اللي بيحصل مش كده، تمام تمام. فاحنا نتجنب ان احنا ناكل كميه حلويات ودهون فتره طويله، نستبدل ده بخضروات وفواكه. الحاجه الثانيه التمر مفيد جدا فتره الفطار وفتره السحور، هيفيدنا في الاثنين. تمام. أنا دكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد بالمعهد القومي للكبد، بشكرك شكرا جزيلا دكتور، شكرا لحضرتك. شكرا، وصحتك طيبين. وحضرتك طيب يا دكتور. مشاهدينا استنونا في فقرتنا الثانية والأخيرة، لكن بعد الفاصل.